جديد، المغالاة في تجهيز البنت ظاهرة اجتماعية. استمعنا إلى جمل مخيفة فيها. هي ليه مخيفة؟ لأنها الحقيقة لا يمكن أبدا أن نتخيل أن الناس تتشبث بهذه القوائم وبالجهاز بالشكل ده، وأنه يصبح عارا على الأسرة أنها تتهاون بشأن ذلك، وكمان الناس على استعداد أنها تدخل السجون بس البنت تتجهز بشكل يبقوا رافعين دماغهم لفوق، مع ان الحقيقة اللي بيرفع اعناق العائلات ان الجوازة تنجح وان العيال يتعلموا كويس وان الاسرة دي في يوم من الايام تتحول الى اسرة ناجحة. طيب ايه السبب في المفاهيم دي ولماذا انتشرت بهذا الشكل؟ دكتور انا عايز اقول لك بوضوح شديد مفيش نقاش فيها، يعني مش في اجيال خلاص، في تطور مجتمع وفي اجيال في اكتر من حمله نزلت ان هي تلغي النيش وحملات كتير تلغي النيش. تلغي النيش، حمله لغي النيش. انتوا يا جماعه زمان كنا بنتعلم الاستقلال التام او الموت الزقام، دلوقتي النيش التام ايوه او الموت الزقام، يعني مفيش نقاش في النيش يعني. مظبوط، ده حاجه اساسيه اصلا في البيت، يعني ما ينفعش. يعني في حمل، يعني في اكتر من حمله نزلت ان هم يلغوا وخلاص يا جماعه ومش هيبقى في نيش ومش لا هو في نيش. طيب اللي انا مقصوده هنا مفيش نقاش، مفيش نقاش، لا ولا البنت او الولد الاجيال الجديده دي تستطيع ان تملي، حتى لو الاجيال الجديده تستطيع كده الاهل بيجبر علينا كده. يعني لو في استطاعه ان الولد والبنت متفاهمين مع بعض وهنبدا حياتنا حاجه صغيره، الاهل بيجبرونا ان هم اللي بيجبرنا الحاجات دي. طيب يا عم فات هنا ما هو الاهل ده ما هو اباء وامهات وعندهم حكمه الكبار يعني، لكن يبدو انه هذه القواعد الاجتماعيه اقوى من الحكمه واقوى من القوانين واقوى من الموعظه اللي انت قاعد توعظها من الصبح، يعني مهما تعظ ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيعينكم على التغيير في من هذا الموضوع. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الزواج استقلال وموده ومحبه واستمرار، كلام جميل، بس العائلات مش هتاخد بيه. ما هي بتقول لك هو مفيش نقاش. خلي بالك ان هم دلوقتي حاليا زي ما قلت لحضرتك بدأوا يغيروا من نفسهم. الحياة اللي احنا عايشينها ضغطت عليهم خلتهم هيغيروا من نفسهم، وخاصة في الريف. يعني بقول لحضرتك يعني العريس اللي دلوقتي اللي ابو العروسة كان بيقول انا عاوز 30,000 جنيه و40,000 جنيه ذهب، النهاردة بيجيبوا ب 5,000 جنيه و10,000 جنيه. بدأت هو الضغوط عليهم هتخليهم يغيروا من نفسهم. الضغوط عليهم هم عاوزين يفهموا بس. تعتقد الكلام ده ضغوط هتخلي الناس تغير، ولا شايفة انه ده موعظة تذوب في الهواء؟ لا هي موعظة ممكن الناس تعمل بيها وممكن لا، بس الأكترية والأغلبية لا. ما فيش حد يعني بيسمع. هو أنا في حملات برضو اتعملت كتير على إن هم يلغوا الشبكة خالص لما الذهب يعني غلى شوية، وإن هم يجيبوا مثلا من الشبكة فضة، بس ده طبعا يعني كلام مضحك ما بيحصلش أصلا. طب زي ما هنا